جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من السائلة سين سين سين، تقول: أسأل يا فضيلة الشيخ عن حكم نتف المرأة ما بين الحاجبين من غير أن تزيل شيء من الحاجب نفسه، أفتونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا، لأن ما بين الحاجبين يعتبر متصلا بهما، وأيضا يكون سببا لأخذ الحاجبين، فتترك المرأة حاجبيها وما بينهما لأن هذا تابعا للحاجبين، وليس فيه الغالب ليس فيه ما يدعو إلى أخذه. نعم.